لا بدالك بنيتي، لا بدالك، لا بدالك. الحمد لله راه صبحت اليوم شويه لاباس. حيدك لستي حتى ارتحيتي مزيان، كون خيستيك حتى هاد النهار. لا مايمكنش ابنيتي، الغياب بزاف كيكثر الفوضى في البلاد. وعلاش؟ على القضيه باك خصو يبقى في المكتب ديالو حتى يجيو الشكايات لعندو. واش بغيتي يعمل؟ خاصو يخرج عند الناس ويخالطهم ويعرف ما بيهم ويعرف شنو كيدور تحت راسهم، وهكذا المشاكل غادي يقلوا وغادي يولي الامن والامان. ما عندي ما نتسلك ابنيتي، فكره سليمه غادي نجربها. جربها، نجحات هو هذاك، ما نجحتش ما خسرنا والو. كلامك ابنيتي كله حكمه، وهاد الحكمه با ما جات من الخلا، انا اكتسبتها منك. الله يصلحك ابنيتي، الله يصلحك ويخليك ليا. امين ويخليك ليا حتى انت. يا ربي امين، يا ربي امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما نقدرش نلقى عندك شي فنيق ديال الفضه الحره. فضه حره انا مع سيدي تقاداو من دابا ثلاث ايام نقدر يكونوا عندي. انا غادي نضرب دوره في السوق، الا ما لقيتش غادي نعاود نرجع. بارك الله نعم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. غير ديال هادوك الناس اللي عاد دازو. وين مالي؟ ما ساق حد ما داي ديال حد. هذا رزق ساقه الله. انا ماني فياش. السلام عليكم. وعليكم السلام. واحد البراده طيب تخالط الله يحفظك. غير تشحروا عندك. انا. يا بسم الله. ما شفت انت واحد ما كنحط السر. لا ما شفت حتى واحد، كلشي مديها في راسي وداكشي اللي قدامه. مزيان، حل عينيك مزيان وشوف دابا شنو غادي يوقع. تقلب فيها راه خشم في الشكوره ديالو. باه باه مزيان، شنو شغا يدير بها دابا؟ صافي باغي كنصف. انا راه ضمنها عندها الشكار. شنتي دابا؟ كنشحر البراد. قرب هذاك البراد. هو غادي تشحر على السيد. الو. بسم الله. يا بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك أسيدي، بغيناك تخيط لنا جوج لالم في القياس ديالك. مرحبا. وكتاش يكونوا موجودين؟ من هنا إن شاء الله خمس أيام يكونوا موجودين. إن شاء الله. السلام عليكم أسيدي. وعليكم السلام. السلام. الله يعاونك. الله هاد الناس طاحت لهم. لا لا انا ديالي كون نسيت. لا هادي ديالي بلا ما راه فيها الجوهر، نخزنها واللي يسولني باش تسرى ما راه يتسرى. يلا سير براسك. صافي كل هاني ما كاين حتى واحد. سير سير.
اش هذاك الشيء في يدك؟ غير شي جوهر. جوهر؟ ايه. اش غدير بهذا الجوهر؟ جبتو ليك. ها؟ ديانا؟ ولا من؟ العشاء قنديشة. لك انت يا مراتي العزيزة. الله بارك. عمري ما شديت الجوهر في يدي. وين شديه؟ شريته من عند واحد تاجر جاي من الهند ولا ما عرفت من السند. يا سعدي يا سعدي ويا فرحي براجلي اللي مفكرني وما ناسينيش. لا انت رخيصه عندي يا مراتي العزيزه. مالي خطيك ليا يا راجلي العزيز؟ شوف حتى انا غادي نبرك فواحد الميكله. اش غنقول لك؟ غادي تاكل صويبعات يديك عليها. وما حشومش عليك. علاش؟ تخليني بلا صبيعات. خلصتيني. اليوم اخويا جعفر غادي نخلص عليك واحد البردة تاعي. لا لا اخويا مالك، انت غادي تشرب اليوم اتاي على حساب. وخليني وخليني نخلص عليك بردة صاحبي مالك. واه انت اللي غادي تشرب اتاي على حسابي وغادي ليا خاطري وخليني على خاطري. احصلتو اليوم غادي تشربوا اتاي على حسابي. لا سيد انت اللي غادي تشرب اتاي على حسابي وتصير عيط على اللي يشرب معك. عافاكم خليوني نخلص عليكم. راه الا ما خلصش عليكم انا عمري ما غادي نخلص. ها خويا اش حاجه، انا اليوم باغي نخلص عليك واحد البراد تاعي يا خويا اش. وهذه الحرام دي ولادي اللي خلص شي واحد على اش. انا اللي غنخلص البراد ديالك. اش اتاي ديالك على حسابي. بلاتي شفتكم اليوم كلكم سخين، اش واقع؟ معزتك ومعزتك غالي علينا. انا فصلت 10 ديال الجلال، داكشي علاش باغي نعرض عليكم. ولاد القبالة دار الراد ديالتي راه قليل في وجهي. طلب طلب ما تشاهد نفسك. طواجن انا باغي يكون نهار طاجين عند واحد. مرحبا الف مرحبا. 3000 مرحبا. اتاي اليوم على حساب مول القهوة. جابك الله. يلا كنت جاي عندك للدار. وهنا تهليت فيك، وفرت لك النص ديال الطريق. وفرتي لي الطريق كاملة. سيد القاضي باخيك اليوم من ورا العصر بلا ما نجي نجيبك. لا بلا ما تعذب راسك. وما عرفتيش فاش باغيني؟ ما عرفتش. سيد المخزني تهلا فيها بشي خبيرة كما كنت تهلا فيك. هو باغيك انت وسليمان وجعفر ومالك عاجلا. تا هذا ما ظهر. مالك شتينا متشالق الصوت؟ كان حشام نغني قدام سيد المخزني. ما عندك متشالق الصوت قدام سيد القاضي؟ هي باغيني سيد القاضي بحال داك الشيء من ورا العصر. وعندك تنصا واو. واش حتى انت باغيك سيد القاضي؟ يا داز عندك انت خرج من عندي وجي لعندك. هيا عرفتونا شاش بغينا القاضي؟ لا والله يحضر السلامه. مرحبا بكم. مرحبا بكم. واش عرفتونا شايط عليكم؟ في الحقيقة سيد القاضي أنا ما عرفش، ولكن مشوق نعرف. نعم سيدي، لكن انتو غادي تعطيو شي حاجة ولا تصدقوا شي حاجة؟ أنا راني محتاج. نعم سيدي ما في حاليش. حتى أنا سيد القاضي ما بقى حد كيجي عندي يخيط. الإنسان خاصو يقنع بالرزق اللي عطاه الله. ما وقعتش لكم شي حاجة غريبة هاد الأيام؟ إلا سمح لي يا سيد القاضي، أنا نعم سيدي راه عندي واحد المسألة مدوخة ليا راسي. ما تقدرش تأجلها حتى من بعد؟ لا نعم سيدي إلا سمحتي ما نقدرش نأجل. نعم لأن إلا أجلت نعم سيدي غادي يكون مولاها محتاج ليا. نعم أشنو هذيك؟ هذه سرة نعم سيدي لقيتها قدام باب داري
وملي فتحتها لقيت فيها غير الجوهر، واليوم جبتها لكم باش تشوفوا شكون مولاها. جحاف خسرت عليا الطريق، اما انتوما كلكم كذبتوا عليا. جحاف كان صادق ورد الامانه اللي لقى، اما انتوما طمع مع عينيكم. غادي نحبسكم نهار وليله وغادي تردوا السراب اللي لقيتو. وانا نهمس انت جحاف هذيك السرة حلال عليك. ايه نهمس انت هذا نضار مخزمين دي هادو يلا ندهن